مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي بلاي باد؟ ما هي ميزات بلاي باد؟ ما هي بلاي باد؟ لوحة إطلاق متعددة السلاسل لمشروعات محددة. بغض النظر عن بلوكشين المستخدمة، ما هي ميزات بلاي باد؟ يمكن لبلاي باد استضافة جميع المشاريع من خلال دعم إيثيريوم EVM بغض النظر عن سلسلتها. إن بلاي باد ستجري عملية العناية الواجبة لكل مشروع من المشاريع المحددة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.